بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وقائد مسيرتنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك الله أعمالكم في هذا الشهر المبارك. يقول تعالى في كتابه المجيد: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. الله سبحانه وتعالى في قرآنه أراد أن يقدم الصورة النقية الواضحة عن الأنبياء ويصورهم بأنهم أولا هم بشر، هم بشر مثلنا، قل إنما أنا بشر مثلكم، كبار هذه طبيعة الإنسان في خلقه، يحزن ويفرح ويتألم وتصيبه الأمراض كما تصيبنا، ويحتاج إلى الطعام وإلى الشراب وإلى ما يحتاجه الإنسان. قل إنما أنا بشر مثلكم. أما الفارق ما بين النبي والإنسان يوحى إليه، وهذا فارق كبير على المستوى المعنوي، على مستوى القدرات المعنوية للأنبياء، لأنهم قادة الأمم وقادة المجتمع، وهم لا بد أن يحدثوا ثورات تغييرية في مجتمعاتهم على معظم المستويات، إلا اللهم إذا كان بعض الأنبياء يبعثون لأجل إصلاح مسألة معينة، لكن كل الأنبياء كانت دعوتهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولا بد من أن يصلحوا هذه المجتمعات إذا فيها خلل اجتماعي أو اقتصادي أو فكري أو عقائدي أو كل هذه الأنواع أو ممارسات أخلاقية خاطئة. وأيضا القرآن يفترض أن يكون مرجعنا في أنه مثلا إذا أريد نتعرف على أي شيء في حياتنا نعتبره في الشيء مهم، الشيطان مثلا ما هو دوره، ما هي وظيفته؟ الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن الشيطان في قصة آدم منذ البداية، أنه كل اللي استطاع أنه يعمله لآدم وحواء هو أنه ماذا يوسوس لهما، فمن خلال هذه الوسوسة كان السبب في إنزالهم إلى الأرض، لكن في الحقيقة هو ليس السبب، لأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام وخلق الإنسان للأرض وليس للجنان. أما وضعه في هذه الجنة سواء كانت جنة أرضية أو جنة سماوية مو هذا المهم، المهم أنه عندما وضعه في هذه البيئة هي بيئة تحضيرية تدريبية للمستقر النهائي اللي هو راح يكون في الأرض. ليش؟ أن الله سبحانه وتعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة، إذن هو ليس في الجنان. والشيطان كل قدراته هو أن يزين للإنسان، عندما طلب من رب العالمين قال أمهلني إلى أو أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، بعدين قال لرب لأزينن لهم، يعني هو وظيفة التزيين من خلال الوسوسة، أكثر من هذا ماكو، هذا ما يطالعنا به القرآن. وهكذا إذا احنا نريد نجي نتعرف على كل شيء مهم في حياتنا باعتبار أن القرآن هو كتاب هداية، وكتاب الهداية يوضح المعالم الأساسية لما يحتاجه الإنسان في طريق الهداية وأيضا في طريق الضلال، حتى يتمسك بطريق الهداية من جهة ويبتعد عن طريق الضلال من جهة أخرى. فما هي الصورة التي يقدمها الله سبحانه وتعالى أو القرآن لأيوب؟ واذكر عبدنا أيوب. أولا هذا الخطاب موجه لمن؟ هو أساسا موجه للنبي صلى الله عليه وآله حتى يعطيه خبرا وثقافة على الأنبياء الآخرين وما الذي واجهوه في حياتهم، وأيضا لربما كما يقول بعض المفسرين هو شكل من أشكال التسلية للنبي، يعني شوف هذا النبي أيضا مر بظروف ومحن وابتلاءات وصبر
فيفترض بك أن تصبر أيضا. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبدو أنه فعلا استوعب كل هذه التجارب، ويقول: ما أوذي نبي من قبلي كما أوذيت. واذكر عبدنا، التفات من أحد المفسرين يقول دائما الله سبحانه وتعالى عندما يمدح الأنبياء يقول عبدنا، عبادنا، ما يقول مثلا الأنبياء، يقول عبدنا. عبد بالمفهوم البشري ما بين الناس هو فد كلمة تحقير وكلمة إذلال للآخر. ولهذا الأفريكان أمريكان يعني تقول له هاي الكلمة المعروفة فرأسا يعني يستاء ويستفز. ليش؟ لأنه تذكر بأيام العبودية والأيام الصعبة وكأنه أقل شأنا من الآخرين، فأكيد ما راح يرضاه. لكن في المقياس الإلهي، في المنظار الإلهي، هي تكريم لهذا الإنسان، هذا عبدنا. واذكر عبدنا وأشهد أن محمدا عبده، بعدين ورسوله، لأنه حقيقة الإنسان أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى ويكون بهذه الدرجة من التشريف والتكريم. أيوب إذ نادى ربه، النداء هو أن يقول يعني ماذا قال؟ قال يا رب بصوت عال، ثم يطلب من ربه شيء، هذا هو النداء. النداء تقول يا ربي ثم تدعو الله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا مسألة ملفتة، أنه لماذا قال يا رب ولم يقل مثلا يا إلهي، يا خالقي، يا رازقي، يا منقذي؟ قال يا رب لأن هذه اللفظة، حتى تشوفون أنه عندما نقرأ سورة الحمد، سورة الحمد يقال أن فيها يعني نصفها كأنه لله، فيها صفات الله، والنصف الآخر للعبد، وفيها من أهم الصفات اللي أرادها الله سبحانه وتعالى أن نذكرها في كل يوم في صلاتنا: الحمد لله رب العالمين. الرب تتضمن المالكية والرازقية والتدبير والرعاية. الله هو الخالق، هو المالك، ومن جهة أخرى هو الرازق، وهو المدبر، هو الكفيل بكل ما نحتاجه. هذه مسألة مهمة. قال يا ربي، يعني دعا الله سبحانه وتعالى، قال ربي إني مسني الشيطان. فما الذي حصل لي أيوب عليه السلام؟ بنصب وعذاب. ما معنى المس؟ مسني الشيطان. المس هو الالتقاء الخفيف الرقيق، يعني كأنه إنسان بس بالشكل جدا خفيف، مو اللمس أن تضع تمام اليد وتلمس الشيء. أني مسني الشيطان بنصب، النصب هو التعب، وأيضا يقال بنصب، أيضا المراد به التعب. وعذاب، عذاب هذا الألم الجسدي الحاد. إذن هو مس كما يقول أيوب عليه السلام. وأيضا كلمة المس وردت في موقع آخر في القرآن: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، عفوا، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذن حتى الإنسان المتقي بكل درجاته، سواء كان في أعلى هذه الدرجات وهم الأنبياء، بعدين درجات الأخرى هم أصحاب الملكة، ملكة التقوى، ومن ثم الذي وصل إلى أنه يتطبع بالتقوى، أو الدرجة الأخيرة هي الاستقامة على ما يريده الله، هذه أربع درجات. يعني لا يستبعد أن يأتي الشيطان ببعض الأفكار ويوسوس له. فالذي جرى أنه الله سبحانه وتعالى ابتلى أيوب لمدة 7 سنوات بمرض
قيل بأنه الجذام وأمراض أخرى، وأيضا مات أهله وأولاده ولم تبق إلا زوجته. وأيضا الله سبحانه وتعالى في بعض الروايات ابتلاه بما يملك الزرع كل انتهى، وأيضا بما كان يملك من الأنعام أيضا كلها انتهت. هنا يجود المفسرين، يأتي المفسرون فيختلفون في قضية الشيطان ما هو، هل هو هذا الكائن المادي الذي حدثنا القرآن عنه، وإذا كان هو فعلا فهل لديه السلطة والقدرة على أن يؤثر على جسد النبي أم لا؟ البعض قالوا كما هو رأي السيد الطباطبائي في تفسير الميزان أن الشيطان ليس له القدرة على الوسوسة للنبي، يعني نفسيا فكريا ما يأثر عليه إطلاقا، أما جسديا فنعم، إذا كان شلون بإذن الله ولإظهار فضيلة ما لهذا النبي، يعني إن الله يفعل ما يشاء لمن يشاء بما يشاء، يعني بإرادته أعطى للشيطان هذه القدرة على أن يؤثر على جسد أيوب عليه السلام ضمن هالدائرة هذه. رواية تروى عن الإمام الصادق عليه السلام أنه كان الشيطان بعد يقدر يصعد في يسمع أو يتعرف على الأمور، فرأى أن أيوب عليه السلام من الشاكرين لربهم وأعلى درجات الشكر، فقال لرب العالمين أنه لو أذهبت لو أعطيتني القدرة فأذهب ماذا؟ أنا أذهب مثلا النعم، نعمه تبدأ بنعمة الصحة، فأعطيني قدرة وشوفه راح يشكرك لو ما يشكرك، هاي في الرواية. فالله سبحانه وتعالى أعطاه هذه القدرة، فنزل إلى أيوب أذهب عنه الصحة. أيوب اشتد حمده وشكره لله سبحانه وتعالى، صعد الشيطان مرة أخرى قال له قال لله نعطيني قدرة على أن ماذا؟ أنه أهله كلهم وموتهم، وصار هذا الشيء، وبعدين زرع وبعدين ما عنده من الأنعام، وأيوب لم يتغير، شكر الله سبحانه وتعالى في كل هذه المواضع. بعد ذلك في الروايات أنه الشيطان لم يكتفي بذلك، بل ذهب إلى مجموعة من النساك من الرهبان الذين يتنسكون، كانوا على جبل وقال لهم تعالوا شوفوا اللي هذا صار، هذا الله ابتلى أيوب ببلاء عظيم، شنو السبب مالته؟ هذول فجاءوا إلى، يعني جاء هؤلاء إلى النبي، فتحدث أحدهم من الشباب قالوا يا نبي الله ما الذنب الذي أذنبته حيث ابتلاك الله بهذا البلاء؟ فقال لهم والله إني لم أذنب في حياتي وما طعمت طعاما، يعني أنا ما أكلت إلا وإلى جانبي يتيم أو مسكين، وما عرض علي أمران من طاعة الله إلا اخترت أشدهما على جسدي. فقال هذا الشاب موبخا للآخرين، يعني لا بارك الله فيكم، جعلتم أيوب يتحدث عن عبادته وطاعته لله سبحانه وتعالى، ففشلوا بهذه القضية ورجعوا. هذا رأي أنه يقول أنه ممكن الله سبحانه وتعالى يسلط الشيطان على عبده، ودليله أيضا أن القرآن قال في موضع آخر عن يوشع النبي اللي كان مع موسى عليه السلام في رحلتهما ثم التقوا بالعبد الصالح اللي هو الخضر، فعندما قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره عندما نسي حوتهما، إذن ممكن الشيطان يخلي يوشع بن نون أنه ينسى، وإحنا نسأل هل النسيان عملية تأثير جسدي أم معنوي؟
واضح أنه عملية تأثير معنوي وليست جسدي. فلربما لا يصلح هذا كدليل من القرآن على رأي السيد. بعد يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذن الشيطان ممكن أن يؤثر على الإنسان فيعمل هذه الأعمال، هذا أيضا دليل على أنه الشيطان ممكن يؤثر بهذه الطريقة. طبعا بعض المفسرين يردون يقولون أنه لا يوجد أي تأثير جسدي من الشيطان اللي هو هذا الكائن الذي وسوس للإنسان إطلاقا، لا يوجد تأثير على الإنسان في الجانب المادي في الجانب الجسدي إطلاقا، لأنه من غير المعقول أن الله سبحانه وتعالى يسلط هذا المخلوق على أفضل عباده الذين وكلهم بأفضل وأشرف الأدوار حتى ماذا؟ والله يثبت أنه صابر ويحمد الله وأنه لا يقل شكره، هذا ما موجود. يقول ما ممكن يتقبل أنه الشيطان إلى شكل من أشكال الحرية حتى يقضي منهم وطره. والله سبحانه وتعالى يقول عن الشيطان وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. في يوم القيامة يحكي عن لسان الشيطان ويعترف يقول أنا الله ما أعطاني أي قدرة بس إلا أن دعوتكم، أنا وسوست زينت حاولت أصور الأمور بصورة أجمل من الواقع، أغير الصورة أقلب الصورة أصور لكم نتائج الأمور مو مثل ما أنتم تتصوروها، مقدمات الأمور مو مثل ما أنتم تتصوروها، أغيرها أقلبها حتى أضلكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أيضا من حقنا أن نسأل أنه شنو الهدف فعلا، يعني حتى يثبت الله سبحانه وتعالى للشيطان أن أيوب النبي سيكون شاكرا له، هذا الهدف؟ مو الهدف المفروض يكون للناس النبي هو القدوة وهو المثل الأعلى وهم هؤلاء الأنوار في سماء الأرض التي خلدت وخلدها القرآن حتى يعني يهتدي بها المهتدون. بعدين الشيطان لو يدري أنه وهو في النتيجة في الآخر أنه هذا عمل ما راح يفيد، يمكن ما كان سوى من البداية إذا صحت الرواية وإذا مشينا مع هذا الرأي. إذن الذي حصل أنه الله سبحانه وتعالى ابتلى ثم وصل، يبدو أنه الرأي الآخر يقول أنه وسوس من وصل درجات أعلى درجات المرض ووصل إلى قمة صبره، يعني خلص الشيطان إذا يجي وسوسته يقول له أين ربك؟ الله أنعم عليك، ليش خلاك بهذا البلاء؟ متى يخرجك من هذا البلاء؟ فكأنه اجتمع إلى أيوب هم المرض والجسد يعني الألم المادي وبعض الهم المعنوي، وكأنه نسب، يعني هذا يقال بأنه نسب مجازي أو جواز أو مجازا، نسب هذا الشيء أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني علما إلى الشيطان مجازا نسبه إلى الشيطان، ولا بالحقيقة هو الوسوسة التي سببها المرض. فكأنه بعض المفسرين يقول أنه من أدب أيوب عليه السلام قال له يخاطب ربه يقول له هذا المرض مو منك، هذا كأنه من الشيطان. الله سبحانه وتعالى استجاب له، قال اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. كان شنو الحال بعد هذه السبع سنوات حتى قيل بأنه أصبحت رائحته نتنة لا يصل إليه أحد ولا يمكن الوصول إليه إلا زوجته،
وبعضهم يقول لا، أنه لا يجوز للأنبياء أن تكون رائحتهم نتنة، لا، لأنه راح ينفر الناس عنه، والمفروض هو واجب وظيفته الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالله وراء أن يضرب الركض هو أن تضرب الأرض بقدميك، يعني تستعجل وتمشي هذا المشي السريع، فكأنه تفجر عين ماء، وفي رواية أخرى تفجرت عينان من الماء، الأول للاغتسال والثاني للشرب. بعضهم يقول لا، هو نفس هذا الماء الله سبحانه وتعالى جعله هذا مغتسل بارد، مغتسل يعني مكان الغسل. وأيضا هو ماذا للشراب، بعضهم يقول أن الله سبحانه وتعالى أنزل ملائكة فجروا هذا البئر والماء وغسلوه وأشربوه إلى آخره. هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ووهبنا له أهله يعني اللي ماتوا رجعناهم، ومثلهم معهم يعني ولدوا أولادا فكاثروا صاروا أكثر. وفي رواية أخرى أنه ووهبنا له أهله اللي ماتوا قبل ابتلاء أيوب وبعد ابتلاء أيوب، هذول كلهم الله سبحانه وتعالى أرجعهم إلى الحياة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وذكرى لأولي الألباب، يعني لمن يصبر لمن يتقي تكون نتيجة صبره أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب دعاءه. ثم يقول سبحانه وتعالى واخذ بيدك ضغثا ولا تحنث. شنو هاي القصة بعدين؟ أيوب عليه السلام أكو ريان، الري الأول أو حسب روايتين، الرواية تقول أنه زوجته اللي هي من بنات يوسف عليه السلام أو من بنات يعني يعقوب عليه السلام كانت امرأة صالحة، لكن نتيجة الضغط النفسي تريد زوجها الشافة، جاءها الشيطان بصورة إنسان وطبيب، قال أو أنه بصورة ما، مو بصورة طبيب بس كأنه معروف أنه حتى شيطان، قال لها أنا راح أشفي زوجك بس عندي شرط، إذا أنا شافيتها يقول هو الذي شافاني. فيبدو أنه جازته، فمجرد أنه رآه أيوب طرده وغضب على زوجته وأقسم بأنه سيجلدها 100 جلدة. الرأي الآخر يقول لا، أنه يعني رواية أخرى أنه بعد حتى موارد اقتصادية ما عندهم، لا عندهم غنم، لا عندهم زراعة، لا عندهم فلوس، فراحت تستجدي الناس انطونا أكل أود أيوب، فرأوا أنه هذه الذؤابة كانت تكون ذؤابتين طويلتين، قالوا لها أن أعطينا هذه، فقصتها أعطتهم هذه الذؤابة فأعطوها طعاما. فعندما رآها أيوب أيضا أقسم بأن يجلدها 100 جلدة، يعني فوق ما جابت للطعام لازم يجلدها 100 جلدة، هاي كل الروايات. لكن يبدو أنه ما فعلته كان أمرا استحقت عليه العقوبة، وهو أقسم أن يجلدها 100 جلدة. استشعروا بغض النظر عن الروايتين، بعضهم يقول تأخرت، على كل فهنا لازم شي يصير أن يفي بقسمه. واخذ بيدك ضغثا، ضغثا هي قبضة اليد من الحشيش أو من أغصان الأشجار، يعني تطلع مثلا هي شقيت فتقبض بها 100 فيضربها ضربة واحدة كأنه جلدها 100 جلدة. ولا تحنث بمعنى أنه يعني يفترض عليك أن تفي بقسمك. الحنث هو عدم الإيفاء بالقسم. هنا سئل الإمام الصادق عليه السلام فقيل له، جاءه أحدهم قال رجل زنى بامرأة فخيف عليهما، يعني على أساس أنه كلاهما مريض، لو أقيم عليهما الحد، يعني غير محصنين كانا،
فيعني خيف عليهم الموت، فالعقوبة المفروض هي تؤلم تؤذي بس ما تموت. فقال يعني بعد ما سأل أنه هذا من السؤال، هل منك أم من؟ قال من سفيان الثوري. المهم فقال له أنه في زمن رسول الله جاء برجل، هذا كان كلش مريض قد وجب عليه الحد، فأخذ يعني هذا عفق النخلة اليابس وضرب ضربة واحدة، في تقريبا هذه 100 شمروخ، وضرب ضربة واحدة كأنه هي هذه 100 جلدة، وضربت تلك المرأة نفس الشيء. فهذا ربما أيضا مصداق عندما سئل الإمام الصادق عليه السلام عن هذه القضية، وقال مصداق هذه الآية أنه وخذ بيدك ضغثا ولا فاضرب به ولا تحنث، فاضرب به ولا تحنث. الله سبحانه وتعالى يختم إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. الله سبحانه وتعالى يختم هذا المقطع أنه أيوب عليه السلام إنا وجدناه تأكيد صابرا، إذن الصبر هو تحمل ما واجهه الإنسان، مو من خلال بعدين لوم من ابتلاه، لا، الحمد لذلك. يعني كلما مرت به هذه المصائب يقول الحمد لله. واحد يسأل الحمد لله على شنو؟ الله أخذ صحتك وأخذ أموالك وأخذ الغنم وأخذ الكذا الزرع، والناس كلها ابتعدت عنك ولم تبقى إلا زوجتك، فعلى ماذا يحمد الله؟ واحد الله ابتلاه بالفقر والحروب والتشريد والكذا، وبعدين هجرة وذلة وكذا، ثم يقول الحمد لله. على شنو تحمد رب العالمين؟ الله يحمد على كل حال إذا كان الإنسان مؤمن ويعي بأن هذه المرحلة التي يعيشها هي اختبار، هي امتحان. فرق هذا الإنسان المؤمن عن غيره أنه يقيس الأمور بمنظار ما أراده الله، هي اختبار وابتلاء ومرحلة مؤقتة، لأن الحياة الأخرى هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية وليست هذه. ومن فوائد الاختبارات أن تظهر طاقة هذا الإنسان، قدرات هذا الإنسان الكامنة. ولهذا دائما مرات حتى يشوفون الطلاب بالمدارس يقول لك هذا مستوى مثلا مرحلة ثانية، بس يشوفوه جدا ذكي، يقول خلينا نختبره، نعطيه أسئلة مع المرحلة الثالثة لربما يجاوب عليها، ليش؟ فتبين قدراته مثلا. فهذا موجود في الحياة. الله سبحانه وتعالى يمدح عبده أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد، تأكيد أنه عبد لله سبحانه وتعالى إنه أواب. إذن الحمد الشكر لله نتيجة هذه الابتلاءات 7 سنوات إلى آخره، أو أكثر قيل 18 عاما مثلا، هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإنسان يمر بظروف معينة فعليه أن يحمد الله، لأن علقت عنده أفضل نعمة اللي هي نعمة العقل ونعمة الإيمان اللي خلي ينظر إلى الأمور بمنظارها الحقيقي. مشكلة الناس ما تنظر الأمور بمنظارها الحقيقي، الدنيا قيمة كبرى، المال قيمة كبرى، الأهل قيمة كبرى، إذا خسر له شوية فلوس شوية أموال شوفه ما ينام، يصير عنده ضغط ويصير عنده سكر، إذا مثلا خسر له صفقة أو صارت مشكلة معينة يصير عصبي وينفعل ويتأذى، وما ينظر الإنسان للأمور بقيمتها الحقيقية. إذا هذا درس من الدروس التي يمكن أن نستفيدها من هذه الآية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته وأن يرزقنا معرفة كتابه وفهم آياته، إنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.